بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها استمرارا في فقه المواريث وفي باب ميراث الحمل، يعني الذي في بطن أمه، لا ندري أذكر هو أم أنثى، كيف نعامله في الميراث. يعني توفي والده أو توفي أخاه أو أحد أقاربه الذين يرثهم، فكيف نتعامل معه؟ نحن من كانوا على الأرض ولدوا نعرف وضعهم، هذا ذكر وهذا أنثى. أحيانا يكون الذكر مساوي للأنثى كالإخوة من الأم، وأحيانا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالأبناء والإخوة وأبناء الأبناء إلى آخره وأولاد الأبناء إلى آخره. لكن إذا كان حمل كيف نتعامل معه؟ وأقول للإخوة الأكارم بأنه مر بي عدد من القضايا فيها حمل، فحينما أسألهم إلى متى، كم عمر الحمل أو من متى الحمل، قالوا في الشهر السابع، أقول تريثوا شهرين لأجل أن نكون على بينة وعلى بصيرة وعلى معرفة، فيعتذرون بأن ظروفهم تستدعي المبادرة بإعطاء كل ذي حق حقه، ويصعب عليهم الانتظار ويقولون لدينا التزامات وحقوق نريد أن نفي بها. فعند ذلك نضطر أن نضع 6 مسائل لهذا الحمل. يعني لو قالوا توفي محمد وترك ابن وبنت، أقول للذكر مثل حظ الأنثيين. ترك زوجة فقط، أقول لها الربع. ترك أم، أقول لها الثلث، أو أحيانا أم وأولاد، أقول الأم لها السدس، أو أم جمع من الإخوة، الأم لها السدس. لكن الحمل كيف نتعامل معه؟ نقول لابد أن نضمن له كامل حقه، ولا نهدر حقوقه أو نضيعها أو نجعلها عند فلان أو فلان، بل نحتفظ بها ونجعل له كامل حقه، ثم نعطي البقية ما لهم إذا كان بقي لهم شيء. فأقول إذا توفي إنسان وله زوجة حامل فنطلب من الورثة التريث، فإن أبوا وذكروا حرجا عليهم ومشقة تنالهم وصعوبة في تصرفاتهم ويريدون المبادرة، فنحقق لهم طلبهم، فنجعل مسألة ونقول الحمل ذكر، وأخرى نقول الحمل أنثى، نقسم الأولى ونقسم الثانية، وثالثة ونقول ذكرين ونقسم، ورابعة ونقول أنثيين ونقسم، وخامسة ونقول ذكر وأنثى ونقسم، وسادسة ونقول ميت ونقسم. ثم نخرج الجامعة لهذه المسائل، 6 مسائل، ثم نعامل كل واحد من الورثة بالأضر، ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل أذكر هو أم ذكرين أم أنثيين أو أكثر، فنعطيه حقه، ومن بقي له شيء نعيده إليه.
علما بأنه يمكن أن يكون الحمل 3 ذكور ويمكن أن يكون الحمل أيضا 4 ذكور. وقد مر بي يعني قضية في خارج المملكة، إنسان طلب من يعني استأذن ليذهب إلى المستشفى لأجل أن يوصل امرأته إلى، لأن في حالة وضع، وسرعان ما جاء قال إنها وضعت. قلت وماذا رزقكم المولى؟ قال رزقني 4 أولاد ذكور، أول وثاني وثالث ورابع كلهم، وعهدي بهم، وكان هذا الكلام قبل 25 سنة تقريبا، عهدي بهم في صحة جيدة وفي سلامة تامة، 4 أولاد ذكور. وقد يحصل أكثر من ذلك، يعني من هبة المولى عز وجل وإحسانه على عبده قد يحصل أكثر من ذلك. وأذكر أيها الأحباب أنني اطلعت على قضية ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأحدد موقعها بأنها في المجلد 12، في المجلد 12 في صفحة 329 و330 في سير أعلام النبلاء للذهبي، ذكر أن رجلا اسمه محمد بن الهيثم البجلي، محمد يعني الكتاب سير أعلام النبلاء والمجلد 12 والصفحة 329 و330، وهذا وذكر أن رجلا من زملاء الإمام البخاري من أنداده، يعني عالم كبير له مكانة، اسمه محمد بن الهيثم البجلي، سئل عنه الإمام عن كيف هل يعني يذهب إليه الطلبة، قال نعم خذوا عنه، لأن البخاري وثق به. وسئل عنه مرة أخرى قال ثقة صدوق، ثقة صدوق. ذكر هذا الإمام، ذكر قصة يقول فيه قائد من قواد المتوكل، والمتوكل تعرفونه هو أحد الخلفاء، خلفاء الدولة العباسية. يقول كان عنده زوجة، وكان زوجته تلد له البنات، فلقلة علمه ووعيه وإدراكه تصرف تصرفا خاطئا، قال اسمعي يا فلانة وقد حملت، إن ولدت لي بنتا سأقتلك بالسيف. ما يدري أن هذا من الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناث بيد المرأة ليس لها. قال اسمعي إن كان حملك هذا أنثى يعني أقضي عليك بالسيف. فما كان منها إلا أن تضرعت إلى الله عز وجل وألحت في الدعاء وابتهلت بين يدي مولاها تسأله أن يقيها ويحميها ويلطف بها. وفي ساعة الولادة ما كان موجود إلا هي والقابلة، القابلة لأجل يعني كانت تتوقع أنه إن الحمل هذا بنت وأنها ستقتل لأن الرجل سينفذ خطته، ما كان عندها إلا القابلة. فجاءت الولادة فخرج منها، يقول خرج منها كيس مثل كيس النايلو أو كيس البلاستيك، وإذا به في شيء يتحرك، وطالت الكيس هذا والتحرك، فلما انتهى الكيس وجدوا فيه 40 من الأبناء، 40 من الأبناء، وإن أباهم يقول اشترى لكل واحد منهم ظئرا، الظئر هي التي ترضع، امرأة ترضع والرقيق موجود في ذلك الوقت، واشترى لكل واحد منهم ظئرا ترضعه. ويقول الإمام هذا وقد رأيتهم يركبون مع أبيهم إذا ركبوا معه، وسبحان الله العظيم. يقول 40 وكلهم سالموا، وهذا من يعني لطف الله عز وجل وإحسانه على عبده. وأحب أن يعني تقرأوا هذه القصة بحذافيرها، فهي كما ذكرت في المجلد 12
من سير أعلام النبلاء في الصفحة 329 و330، وسئل الإمام البخاري عن هذا العالم الذي البجلي قال ثقة صدوق، والبخاري إذا زكاه ما هي التزكية سهلة، ثقة صدوق. وقالوا أنا أخذ عنه، قال نعم خذوا عنه فهو ثقة صدوق. أقول أيها الأحباب، مسائل الحمل ليس فيها صعوبة وإنما فيها تطويل. فمثلا بدل ما نقول نعمل لفلان مسألة هلك عن زوجة وابن وبنت كذا، نجعل الحامل ست مسائل، نقول الحمل الذي في بطن هذه المرة أنثى ونقسم، ثم نقول ذكر ونقسم، ثم نقول ذكرين ونقسم، ثم نقول أنثيين ونقسم، ثم نقول ذكر وأنثى ونقسم، ثم نقول ميت لأنه إذا ولد ميت ليس له من الميراث شيء ونقسم، ثم نخرج الجامعة ونعامل الورثة بالأضر ونبقي نصيب الحمل في بيت المال حتى يتبين أمره فنسلمه لوليه وهو استحقاقه، ومن من الورثة بقي له شيء نعطيه إياه. وسبحان الله العظيم، فهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذه المرأة المسكينة تضرعت إلى الله ودعت ربها وألحت في الدعاء فأجاب الله دعوتها، إن ولدت بنت سيكون مصيرك القتل. فأبد البنت جابت 40 ابن ذكور، ويقول هذا الإمام رأيتهم يركبون، إذا ركب ركبوا معه، فعددهم 40. سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث الحمل. إذا مات عن حمل يرثه. كثيرا ما يموت الإنسان عن حمل، يكون عنده زوجة حامل، يكون عنده زوجتين كل واحدة حامل، يكون ثلاث، يكون أربع، يكون عنده في السابق من ملك اليمين حامل، هل نقول إن الحمل ما له شيء لأن أبوه مات قبله؟ لا، وإنما نعطيه حقه. والشريعة تضمنت الخير بحذافيره، لا ينقص أحد منهم شيئا. نعم. فطالب بقية الورثة بالقسمة، يعني بقية الورثة نقول لهم انتظروا، أنا مر بقضية وعندي في المكتب وقلت انتظروا باقي شهرين أو ثلاثة، قالوا والله ظروفنا صعبة، علينا فواتير وعلينا التزامات والناس يطالبوننا وابونا مات، نريد تقسمون. فقد يكون بعض الورثة يعني صادق في طلبه بأنه عليه حرج من الانتظار، والقاضي لابد أن ينفذ ما فيه المصلحة. نعم. وقف نصيب ابنين ذكرين. نعم. إن كان ميراث الذكور أكثر. نعم. وابنتين إن كان أكثر، لأن ما زاد على اثنين نادر جدا. لأن ما زاد على اثنين نادر جدا، وأنا قلت أنه عندي يعني في قبل 25 سنة أحد الإخوان ذهب بامرأته وولدت له 4 أبناء ذكور وكلهم في صحة جيدة. وكثيرا ما نسمع هنا أيضا في مكة وفي بلادنا المباركة من امرأة ولدت 5، ولدت 4، ولدت 3 وهكذا، لكن غالبا التوأم يكون 2 فقط. نعم. فلم يلتفت إليه كاحتمال الحمل في الآيسة، ويدفع إلى كل وارث كاحتمال الحمل الآيسة. وش معنى العبارة هذه شيخ؟ كاحتمال الحمل يعني زيادة على 2 نادر، كما أن الآيسة نادر أن تحمل، كما أن الآيسة نادر أن تحمل، لأنه إذا انقطع الحيض خلاص ما في ولادة. فيعرفون الحمل يعني يعرفون الحمل أن المرأة حامل إذا انقطع حيضها، لذلك يقول الفقهاء لا حيض مع حمل، يعرف بأن المرأة حامل إذا انقطع عنها الحيض، وأما إذا كانت تحيض فنادرا ما يقال إنها حامل، قليل من النساء، قليل جدا من تحيض وهي في حمل. نعم.
ويدفع إلى كل وارث اليقين، فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه. فإذا وضع الحمل ابن أعطينا نصيبه، ابنين نعطيهم نصيبهم، ابن وبنت نعطيهم نصيبهم، بنتين كذلك، بنت واحدة، فإذا وضع الحمل أعطيناه نصيبه، وما زاد نعطيه لمستحقه. أما أن نقسم على أنه بنت هم نيجي ما شاء الله ذكرين، أو نقسم على أنه ذكر ويجي ثلاثة، لا. نعم. ورد على من يستحقه، وإن وضعته ميتا لم يرث، لأننا لا إذا سقط ميت ما ورث، كيف نعرفه حياته؟ إذا استهل، لا، إذا صار أخاء بعد ما ينزل من بطن أمه يصرخ نعرف أنه حي، إذا قال استهل لا. لذلك مر بنا في الشهادة، مر بنا في الشهادة، قلنا أحيانا نحتاج إلى شاهد واحد ولو امرأة، وذلك في رؤية الهلال وفي الاستهلال بأنه ولد حي وولد ميت، وبالاستهلال إذا شهدت القابلة التي تكون عند المرأة ويتولد بأنه صارخ، معناه أنه ولد حي، لا أنه تحرك حركة يعني عادية فلا تثبت حياته، يعني لو سقط من بطن أمه بعدين تحرك، لأنه قد يكون يقول اللحم إذا قطعته قد يحترك وهو لحم. نعم. لأننا لا نعلم أنه كان حيا حين موت موروثه، وإن وضعته واستهل ورث وورث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى أبو هريرة، قلنا ما اسمه يا بني؟ نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فلما عاد عليه الصلاة والسلام من خيبر التقى به أبو هريرة ولازمه ملازمة كاملة، وتفرغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقبل أو تفرغ مثل عدا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهو يكتب ولا أكتب، أبو هريرة ما يكتب بس يحفظ الحديث، ويقول رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد لازم عليهما عليهن أبو هريرة رضي الله عنه حتى توفاه الله، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وجاء إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا في خيبر، ووجد الإمام في صلاة المغرب، فإذا الإمام يقرأ الفاتحة ثم قال ويل قرأ الآية بعد الفاتحة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لما سمع أبو هريرة قال ويل لفلان ويل لفلان، عنده مكيالين، واحد للبيع وواحد للشراء، واحد للبيع وواحد للشراء، وهم يصلون، فكان يعني جاء من البادية ولا يعرف الآداب التي كانت مطلوبة، فبعد ذلك صار من أميز الصحابة علما وتقا ومعرفة بملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استهل المولود ورث، إذا استهل، ومعنى استهل صارخ، صارخ، إذا استهل المولود ورث، يعني صار له ميراث من أبوه من قريبه من أهله إلى آخره. نعم. رواه أبو داود، وظاهر كلام أحمد أنه لا يرث حتى يستهل، وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه. أبو داود هذا عالم جليل، وهو طويل الباع في الفهم والإدراك، وقد ألف كتاب السنن، وجعل فيه من الأحاديث 800,000 حديث وأربعة حديث، 800,000، وأقبل عليه الطلبة
إقبالا عظيما، وعدوا كتابه السنن مرجعهم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة اللي نذكرها الآن أيها الأحباب، يقول إن 800,000 حديث والأربعة كلها تدور حول أربعة، كلها تدور حول أربعة. ما هي هذه الأربعة الحديث؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إلى آخره. فيقول أربعة حديث تدور عليها هذه الحديث كام، فأربعة الحديث هي الأركان في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لتقييده في الحديث بالمستهل، وظاهر كلام أحمد أنه لا يرث حتى يستهل، يعني لو سقط ما سمعنا منه صوت يقول ما يرث، لأنه يمكن أنه سقط وهو ميت. لا يستهل ولا، والاستهلال هو أن نسمع صراخه عند سقوطه من بطن أمه فنعرف أنه حي. نعم. وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه. نعم. لتقييده في الحديث بالمستهل، ويحتمل أن يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع أو نحوه. يعني لو سقط وبعدين عطوه الثدي ورضع ما نعرف أنه حي لو لم يصرخ. نعم. أو نحوه، لأنه ولد حيا فأشبه المستهل. فأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة. حركة أو يعني أنه يعني حصل منه حركة هكذا، فقد يقول حتى اللحم إذا قطع فإنه يحصل منه الحركة، فهذا لا يدل على حياة. نعم. فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة، وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل باقيه ميتا لم يرث، لأنه ما خرج كاملا وهو على قيد الحياة. نعم. لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي. وإن ولد التوأمين فاستهل أحدهما أقرع بينهما. لا ندري أيهم، نقرع بينهم. قد يكون مثلا ذكر وأنثى، استهل واحد لكن ما ندري منه، والميراث يختلف ميراث الذكر عن الأنثى، فنقرع بينهم، فمن أصابته القرعة، وإن القرعة يعني لها حكم معتبر في الإسلام في شؤون المسلمين وأحوالهم، حتى مر بنا بأن سعد رضي الله عنه لما تنازع من معه من العسكر من المجاهدين تنازعوا في الأذان، كل يريد أن يؤذن، وذلك في القادسية، أقرع بينهم فمن أصابته القرعة أذن. فهنا اثنين بولد وبنيه، واحد منهم صرخ ولا ندري منه، وميراث الولد يختلف عن ميراث البنت، قد يكون مثلا الرجل عنده ملايين، الولد يحتاج مليون والبنت لها 500,000، أو البنت مليون والولد مليونين، فلا بد أن نعرف. فلذلك نقرع بينهم فمن أصابته القرعة حكمنا له. نعم. فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستهل، ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت، بأن تلده لأقل من 6 أشهر إن كانت ذا زوج، أو لأقل من 4 سنين إن كانت بائنا. ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت، بأن تلده لأقل من 6 أشهر إن كانت ذا زوج، أو لأقل من 4 سنين إن كانت بائنا. لأنه لأكثر من 6 أشهر قد يكون ولد بعد ذلك، وإذا كان أكثر من 4 سنين ولد بعد ذلك فلذلك لا يعتبر، فلا بد أن تلده في هذه الفترة المحددة. نعم. باب ما يمنع الميراث. وقلنا قبل سنوات أو قبل 10 سنين لما كنا في الصحن، قلنا مثلا إنسان جبنا لغز يذكره بعض العلماء
يقول إن فلان مات، فلما مات طرقنا الباب على جاره وقلنا اعتزل أهلك مدة كذا وكذا، وهذا من قبيلة وذاك من أخرى، فما هي هذه المسألة؟ أعيد السؤال مرة أخرى. عندنا اثنين جيران، هذا بيت لفلان وهذا بيت لفلان، هذا من عبس وذاك من ذبيان، هذا من عدنان وذاك من قحطان. المهم لما مات واحد منهم طرقنا باب الثاني وقلنا نأمل أن لا تقرب أهلك مدة كذا، لأنه يتعلق فيها حكم شرعي. فما هو؟ تذكرونها ولا زين؟ ندعوها فيما بعد نتناقش فيها إن شاء الله. السؤال واضح أنت يا شيخ علي، عرفت الجواب. قبل كم سنة قلنا؟ يمكن لا 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 ما بالجواب. أي قبل كم سنة يا صديق تذكر ولا لا؟ قبل 10 سنين ولا أكثر؟ لما كنا في الصحن. زين ندعه وقتنا. أظن السؤال واضح للإخوان. مهندس السؤال واضح؟ واضح السؤال يا مهندس؟ زين نعم. ويمنع الميراث ثلاثة أشياء. عندنا موانع الإرث، ويقول فيها الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ووقفنا عنده مرات. ويمنع الشخص من الميراث يعني يقول مالك إرث، واحدة من علل ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق، ما هو الرق؟ الرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. رق، الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وقتل، ما هو القتل الذي يمنع من الإرث؟ هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. واختلاف الدين، لا توارث بين ملتين كما ورد في الحديث. نعم. ويمنع من ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. يعني بعض مر بنا بأنه بعض السلف رضوان جاءه قريبه، جاءتني أمي وهي يعني تطلب أو كذا وهي راغبة، أفأعطيها؟ قال عليه الصلاة أعطيها، فتعطى من هبة، لكن الميراث لا توارث بين مسلم وغيره، الميراث للمسلمين فقط. وإنما قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يعطى ترغيبا له في الإسلام. نعم. ولا كافر مسلما بحال، لما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. متفق عليه يعني حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم، فإذا قال متفق عليه فالمقصود بذلك أنه قد رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان هو أصح شيء، أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. والمرتد لا يرث أحدا، والمرتد لا يقر يعني على ردته، فإنه يستتاب وإلا يقتل. فالمرتد لا يورث، وماله يكون في، يعني لو واحد مثلا نسأل الله السلامة قال أنا أخرج الدين بروح للديانة كذا، لا نقره عليها، فإما يعني يستتاب المدة المحددة، فإن تاب وإلا قتل، وماله في ولا يقر بنكوصه عن الحق وعدوله عنه. نعم. لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين،
ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه. الدين اللي انتقل إليه ما يقر لأنه دين باطل. نعم. فيرث أهله ولا يرثه أحد لذلك. وماله في. وش معنى يا شيخ عثمان في؟ في يعني ايش يقول الشيخ؟ يقول الشيخ الشيخ بكاي يقول لا مال. وش معنى الفي؟ يعني لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين ينفق منه ولي الأمر على شؤون الأمة واحتياجاتها، ولا نقول لولده كذا، لابنه كذا، لابنته كذا، ماله في. ولا يقر بانتقاله للدين الذي اختاره خيبة وخسارة. نعم. وماله في. وعنه يرثه ورثته من المسلمين. وعنه يعني رواية ثانية، لأن قلنا الكافي رحمه الله صاحبه ابن قدامة ألف قلنا أربعة كتب، الكتاب الأول العمدة، والكتاب الثاني المقنع. العمدة قلنا للمبتدئين، والمقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، والكافي هنا لمن قطع شوطا أطول وأصبح لديه ملكة ولديه مقدرة يمكن أن يميز فيها هذا وذاك، ثم المغني لطلبة العلم الذين وهبهم الله فهما وإدراكا وبعد نظر. نعم. يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره. وعنه في الميراث بالولاء روايتان، إحداهما يرث الرجل عتيقه وإن اختلف دينه. يرث الرجل عتيقه، يعني مثلا إنسان عنده رقيق وأعتقه، وهذا الذي أعتق ليس له أحد، ما عنده أولاد ولا أقارب مسلمين، فيرثه من أعتقه. فقلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والنساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. أنا بسأل الشيخ صديق، وش معنى يا بني والنساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا؟ يعني لو أن رجلا أعتق شخصا آخر، وهذا العتيق اتخذ مالا وليس له ورثة، ثم مات المعتق والمعتق له ابن وبنت، فابنه يرث هذا المولى بينما أخته لا ترث إلا لو كانت هي المعتقة أو أعتقه من أعتقته هي. فيقول النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. نعم. لأن الولاء شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر ولأنه نوع توارث، فمنعه اختلاف الدين كغيره. والكتاب قلنا يذكر روايتين، وطالب العلم يميز بينهما ويحكم بما به براءة الذمة، وما دامت المسألة خلافية فحكم القاضي يرفع الخلاف. عندنا قاعدة، حكم القاضي يرفع، يعني مثلا أنا فلان من الناس قاضي، ومر به رأي أو كلام للإمام أحمد، ومر به كلام للإمام مالك، ارتاح لكلام الإمام مالك فحكم به، فنقول حكمه يرفع الخلاف، ولا نعدل حكمه ولا نغيره إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. حكم القاضي يرفع الخلاف ولا يعدل إلا إذا خالف نصا
من كتاب أو سنة أو إجماع. لو أردنا مثال لهذا شيخ مكاي، يقول مثلا لو أن قاضي من القضاة جعل من وجد ماله عند مفلس كبقية الغرماء، نقول لا، ننقض هذا الحكم ونعطي للرجل ماله. فلو أن قاضي قال هو كبقية الغرماء، نقول لا، هو أولى. يعني مثلا شخص اشترى مني سيارة ثم أفلس، ما علمت إلا بأنه أفلس، فاشترها قبل يومين أو جيت بالقيمة قالوا ما عنده شيء الرجال مفلس. طيب السيارة قالوا أنت كسائر الغرماء الرجل مطلوب منه، سيارتي هذه باقي بحالها واقف عند بابه، يقول لا مالك علاقة، الحكم هذا ينقض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث من وجد ماله عند رجل أفلس فهو أحق به. فلو حكم القاضي بجعل صاحب السيارة كبقية الغرماء فنحن ننقض حكمه، وإلا فإنه يكون ملزما. لأن الولاء شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر ولأنه نوع توارث، فمنعه اختلاف الدين كغيره، ولأنه مانع من الإرث فمنع الإرث بالولاء كالقتل. فصل. ومن أسلم على ميراث قبل أن يقتل. لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا أيضا في كتاب عدة الباحث في قسمة التركات وإعطاء كل ذي حق حقه، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا الكافي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال من أحد الأحبة يقول أنا حلفت يمين طلاق نسأل على زوجتي إذا دخل ابني البيت، وفعلا دخل ابني، فما الحكم؟ نقول مسائل الطلاق عندنا هنا يجيب عليها سماحة المفتي. الطلاق ليس من السهولة بمكان، بعض يعني الإخوان هداهم الله يتعجل، لا داعي لأن يحلف بالطلاق. لو حلف عليها يمينا عاديا ثم حنث فيه فعليه الكفارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. لكن ما دام المسألة فيها طلاق يلزمه أن يراجع سماحة المفتي ويجد الجواب إن شاء الله. يقول هنا في المرأة تسافر مع ابن أخيها أو أختها، هل تستطيع ابنتها أن تسافر معهم حيث أن البنت ليست محرم؟ نقول إذا كانت طفلة صغيرة وتذهب مع أمها فلا حرج، وأما إذا كانت امرأة فابنه يعني أخ الأم أو ابن أخت الأم ليس محرما لها وليس من المصلحة أن تسافر معهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.